السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أعلن في العاصمة نواكشوط عن اختتام أعمال الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري المعني بسياسات الحوار المتوسطي، وخرج الاجتماع بتوصيات منها التعاون من أجل محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود. وثمن المشاركون في الاجتماع الشراكة بين موريتانيا ومنظمة حلف الشمال الأطلسي، وهي الشراكة التي مكنت من عقد الاجتماع في نواكشوط. أقر مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال اجتماع عقده الثلاثاء عددا من مشاريع القوانين، بينها مشروع قانون حول العلم الوطني، وآخر يتضمن قانون المالية المعدل لميزانية الدولة خلال عام 2017. ويأتي اجتماع مجلس رؤساء الجمعية الوطنية يوما بعد افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للعام 2017-2018، والتي تعتبر أول دورة برلمانية بعد استفتاء 5 أغسطس. تسلمت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي مساعدات قدمتها مبادرة صناع الحياة، تتمثل في آلاف الدفاتر والأقلام لصالح التلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة. وكانت هيئة الساحل قد أعلنت مؤخرا عن إحصاء أزيد من 1000 تلميذ غير متعلم ستتولى تعليمهم في مدارس عمومية وخصوصية في العاصمة نواكشوط. عبر مجلس الأمن الدولي في تقرير صادر عنه عن قلقه إزاء تجدد أعمال العنف بين بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، ودعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى دعم محاربة الإرهاب، بما في ذلك تمويل القوة المشتركة الإفريقية المرتقب نشرها على حدود الدول الأعضاء في مجموعة الساحل. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.